الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عن صديق هذه الأمة: والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقال الإمام ابن عبد الله بن المبارك رحمه الله يحدث ويصف الإمام مالك بن أنس قال: ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. وقال أيضًا ابن المبارك عن إبراهيم بن أدهم قال: له فضلٌ في نفسه هو صاحب سرائر. السلف الأوائل من الصحابة رضي الله عنهم ومن اقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان تحقق لهم فضلٌ كبير في هذه الأمة، ولم يكونوا يظهر عليهم كثير صلاة ولا كثير صيام، أي من النوافل، ولكن كانت قلوبهم عامرة باليقين. تلك السريرة التي سبق بها أبو بكر رضي الله عنه سائر الأمة هو أنه كان صاحب يقين بالله عز وجل، وهكذا أيضًا السلف الأوائل والأئمة من بعدهم. اليقين أمر عظيم لا يصل إليه الإنسان إلا بتقوى من الله تعالى وخشية وإنابة وعمل صادق. عندما تقرأ في سيرة أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى بكل ماله في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له: ما تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال أهل العلم: إن الذي فعله أبو بكر هو من قوة اليقين بالله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يخرج ثلثي ماله أو شطر ماله، وقال له عندما أراد أن يخرج الثلث قال: الثلث والثلث كثير، وذلك لقلة اليقين عنده، غير أن أبا بكر كان أقوى منه يقيناً، ولا يعني أنه بلا يقين ولكنه أقل يقيناً، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمله على أحسن وأيسر الأمور. وهكذا إذن السلف الأوائل، هذا اليقين هو الذي جعل العلاء بن الحضرمي رحمه الله رضي الله عنه من الصحابة يخوض البحر لفتح بلاد البحرين، وهذا اليقين هو الذي جعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يحتسي سمًا وقال بسم الله ولم يضره شيئًا، هذا اليقين هو الذي جعل أبو إدريس الخولاني من التابعين وقد رمي في النار ولم يصبه شيء. كل هؤلاء سبقوا ليس بكثرة عمل ولكن من اليقين بالله عز وجل. هذا اليقين قال الله عنه في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. والمقصود بالإمامة في الدين أن يكون الإنسان قدوة ويكون صالحا تقيا ويكون عبدا خفيا. هذه المنزلة إخواني الكرام على الإنسان أن يسعى إليها وأن يحققها في نفسه. روى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
صلح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. صلح أولها بالزهد واليقين، الدنيا لم تكن في قلوبهم ولكن كانت في أيديهم، وكانوا يزهدون فيما حرم الله، ويزهدون في كثير من فضول المباحات، فإنها لا تقرب إلى الله بل تشغله عن طاعة الله عز وجل. واليقين، هاتان الخصلتان صلحت بها الأمة ونالت بها الإمامة، والآخر الأمة يفسد حالها بالبخل والأمل، بخل بالمال ولا ينفق فيما يجب عليه وما يقرب إلى الله تعالى من أبواب الإنفاق، وأيضاً الأمل الكبير أنه سيعيش طويلاً ولن تصيبه جائحة ولن يصيبه فقر، ويظل في حالة من الأمل حتى ولو لحدودب ظهره وانحنى، وحتى لو اشتعل الرأس شيباً ما زال أمله كبير، وكأنه سيخلد ولن تأتيه ما أتى على سائر البشر، كل نفس ذائقة الموت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن اليقين قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، واليقين هو الإيمان كله، واليقين هو الإيمان كله. ويقول خالد بن معدان رحمه الله تعالى: تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. تعلموا اليقين كما تعلمون القرآن حتى تعرفوه، والمعرفة هنا ليست المعرفة العلمية ولكن المعرفة العملية بالقلب، أن يستشعره الإنسان في كل وقت. اليقين ليست عبادة وقتية أو موسمية أو في لحظات معينة، بل في كل وقت على الإنسان أن يستشعر اليقين، يعلمه علماً في نفسه. ويقول أيضاً الغزالي رحمه الله: قليلاً من اليقين خير من كثير من العمل. والمقصود بالكثير هنا أي النافلة، قليلاً من اليقين خير من كثير من العمل. لو أن الإنسان بقليل من العمل مع يقين يزداد، يكون له أجراً أعظم من عمل بلا يقين. ويقول ابن تيمية رحمه الله: والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر. حسنة الواحدة من العمل الصالح يقترن بها من الصدق بالله عز وجل واليقين والثقة بالله عز وجل ما يجعلها تكفر الكبائر. وأنتم تعلمون تلك البغي التي خرجت وهي عطشة وأرادت أن تشرب وشربت، فرأت كلباً فقامت وسقته وقالت: إن هذا الكلب بلغ بي ما بلغ به ما بلغ بي ما بي، فسقته فغفر الله لها. ما الذي قام في قلبها في تلك الساعة؟ قام في قلبها الرحمة التي أنزلها الله في العباد، وقام في قلبها أنها تريد أن تحسن إليه، فالله تعالى علم أنها صدقت في هذا الموطن فغفر الله لها ما كان من ذنبها مع أنها ترتكب الكبائر. ولا تعجبوا أن يكون هناك من الظالمين أو بعض من جار ثم يختم له بخاتمة حسنة، الله أرحم بعباده، لعله قام في قلبه من اليقين والتقوى والخشية في موطن من المواطن وفقه الله بها إلى أن حسنت خاتمته، فرحمة الله واسعة، ونسأل الله من فضله. هذا اليقين يا إخواني الكرام لابد أن نتعلمه كما قال خالد بن معدان. ففيما يكمن اليقين، أنا سأذكر بعض الصور، ولا يمكن في مقام واحد أن نأتي على صور كثيرة. من تلك الصور اليقين في الإيمان والعقيدة، وهذا من أعظم اليقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ليس عندهم ريب
ولا شك. إذن ماذا عندهم؟ عندهم اليقين بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأن كل من يعبد ما سوى الله تعالى فعبادته باطلة، ويجب أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن كل من يعبد من دون الله طاغوت ليس له حق في العبادة، وإنما التأله والخضوع والخشوع والإنابة والتوكل واليقين وسائر العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. هذا هو اليقين. وإذا لم يكن الإنسان موقناً كان في قلبه نفاق، لأن المنافقين ليس في قلوبهم يقين، لأنهم يظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخر، يظهرون أنهم مع أهل الإسلام ومع أهل الإيمان، وهم يبطنون في دواخلهم سوء طوية يريدون بها إفساداً. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قلوبهم. ولهذا هذه الدسيسة التي في قلوبهم تظهر من فلتات لسانهم ومن قسمات وجوههم ومن أفعالهم وتصرفاتهم، وتظهر للناس وتبدو واضحة مهما حاول أن يتقمص وأن يكون مع الصالحين ويظهر ذلك ويرى الناس من نفسه عملاً صالح وتقوى، ولكنه لن يستطيع أن يخادع الله، فإن الله يخدعه ويظهر حقيقته للناس. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة. هذا اليقين يا إخواني في الإيمان ينبغي أن يتحول يقيناً عملياً. كيف؟ نحن في ظل الصراعات التي نشاهدها ما بين أمتنا وغير هذه الأمة من أعدائنا، هل في نفس أحد منا شك أن الإسلام لن ينتصر؟ هل في نفس أحد منا شك أن العاقبة لهؤلاء الذين يعادوننا ويظلمون أمتنا؟ لو كان في قلب أحدنا شك أن الإسلام لن ينتصر لم يكن مؤمناً، لأن هذا هدي المنافقين الذين قال الله عنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. عندما حصلت شيء من النكسة في غزوة أحد، هزم المسلمون صحيح، جرح من جرح وقتل من قتل شهيداً رحمهم الله ورضي الله عنهم، فقال بعضهم: إذا لن تقوم الإسلام قائمة بعد اليوم. قالوا: هذه الفيصلة انتهى، لن تقوم قائمة. فقال الله عن حالهم: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الظن الجاهلية تنافى مع اليقين. اليقين التام أن تعتقد أن العاقبة للمتقين، واليقين التام أن تعتقد أن الأرض لله يورثها من يشاء، واليقين التام أن تعلم أن المستقبل لهذا الدين، وأن الله سيعز هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزًا يعز الله الإسلام وأهله، وذلًا يذل الله الكفر وأهله. هذا من اليقين الذي يجب أن نتصوره. من اليقين أيضًا في باب الإيمان أن الإنسان يوقن بكل خبر أخبر الله به أو صح عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي خبر في القرآن أو السنة توقن أن هذا هو دين الله وأنه يجب اتباعه. ليس عندنا خيارات في أن نتبع أو لا نتبع، لا نقحم عقولنا ولا آراءنا في نقبل هذا أو لا نقبله، نرد هذا أو نعمل به، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم تام بقناعة ويقين أن هذا هو الحق، وأن الله تعبدنا بذلك، وأنه أكمل الهدي، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة وأحسن نتيجة
أن يكون الإنسان ممتثلاً لأمر الله من غير تردد ولا يشك، لا يشك في حكم الله تعالى ولا في أمره ولا في نهيه. من اليقين إخواني الكرام أيضاً أن يوقن الإنسان وهو يتعبد لله تعالى. ما هو يقيني بالله عز وجل وأنا أصلي؟ أن يقبل الله عملي، أن يثيبني، أن يبارك الله في عملي. هذا هو اليقين. الإنسان إذا كان يشعر بذلك ويحسن الظن بالله عز وجل ويأتي بالعمل على وجهه الصحيح من غير نقصان وهو خائف وجل، ولكنه يجب عليه أن يرجو الرجاء. الرجاء هذا هو اليقين، أن توقن أن الله يقبل من جاء إليه تائباً منيباً وجاء إليه مقبلاً بالطاعة. تخيلوا لو أن إنسان يقول أنا أصلي لكن لا يقبل عملي، أنا أصلي ولكن لا أدري، ويظل في حالة من التشكك في طاعاته لا يوقن، هذا كيف سيلقى الله تعالى وهو لا يحسن الظن بالله عز وجل؟ كيف يلقى الله تعالى وهو لا يحسن الظن بالله؟ إن الله كريم منان يكرم عباده. من اليقين أيضاً إخواني الكرام اليقين أن يوقن الإنسان أنه إذا تاب أن الله رحيم، وأن الله ودود، وأن الله لطيف. إذا أذنب الإنسان أمهله الله، وإذا أقبل أدناه الله وقبله. كان في عهد موسى عليه السلام أنه خرج يستسقي بأصحابه، فدعا الله تعالى ودعا فلم يستجب له، لم يستجب له، فقال يا رب دعوناك فلم تستجب لنا، يا رب إن في العباد كذا وكذا استجب لنا، يدعو الله. قال الله عز وجل يا موسى إن فيكم رجلا يجاهرني بالمعاصي 40 عاما، إذا خرج سأنزل عليكم المطر. فوقف موسى وقال ليخرج هذا الرجل الذي عصى الله تعالى، فإنه بسببه منعنا القطر من السماء، ليخرج. فالرجل لم يخرج، نكس رأسه إلى الأرض وبكى وبكى وبكى، فقال يا رب عصيتك 40 عاما وسترتني، فلا تفضحني في هذه الساعة، اللهم اغفر لي وتب علي. غفر الله له، نزل عليه يقين أن الله رحيم، نزلت عليه ساعة يقين، فدعا الله ونكس رأسه وبكى بين يدي الله عز وجل موقناً أن الله رحيم. فأنزل الله المطر، فقال موسى يا رب لم يخرج الرجل وقد نزل المطر. قال يا موسى عصاني 40 عاما فأمهلته، فلما جاءني أفلا أقبله؟ أفلا أقبله؟ الرجل لم يعرف من هو، لكن الله رحيم، كم بيننا وبين الله من ذنوب، لكن هل أقبلنا عليه؟ هل نحن ندعوه ونحن موقنين أن الله يقبل دعاءنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بالإجابة. لا نجرب مع الله تعالى كما نجرب مع الطبيب، قد ينفعنا ولا ينفعنا. إن الله كريم، الله لطيف، الله رحيم، صفاته عليا، أفعاله مطلقة، أفعاله في غاية الجمال والكمال والعظمة سبحانه. فعلى الإنسان إذن يكون لديه اليقين، واليقين منه أن يوقن في دعائه، يوقن في الدعاء. نعم يأتي بآداب الدعاء وشروطه ويحذر من موانعه، لكن عليه أن يحافظ، عليه أن يوقن أن الله رحيم به ورحيم بهذه الأمة. من اليقين إخواني الكرام أيضاً أن يوقن الإنسان عند البلاء، أن يوقن الإنسان عند البلاء. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. البلاء الذي نزل على الأمم وينزل على الأفراد كبير، والفتن عظيمة، لكن كيف يقوى الإنسان المؤمن أمامها وهو في ضعف
والمكر كبير، مكر الأعداء أخبر الله عنهم بقوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كيف نقوى عليهم؟ كيف نقوى في ذلك؟ أن يهون الله في قلوبنا الشعور بهذا البلاء، وأن يهون عين البلاء إذا نزل، وأن يلطف بنا، وأن يرفعه عنا. هذا الدعاء: واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذه يا إخواني من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يحقق الإنسان في اليقين. من اليقين أيضاً، وأختم بهذا، أن يوقن الإنسان أن رزقه مكتوب، وأن رزقه سيأتي إليه لا محالة، لن يزيد بالحرص ولن ينقص بالتواني، لكن الإنسان قد يزيده بالأسباب. أما لو أنك بذلت السبب والله لا يريد الزيادة لن يحصل، ولو قصرت في السبب والله أراد لك رزقاً لحصل. وأن الأرزاق مكتوبة والآجال مكتوبة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليتبع أحدكم ولو كان في جوف رحله، سيأتي إليه. وعلى الإنسان أن يوقن أن الرزق مكتوب. ما أن الرزق مكتوب، فماذا عليك؟ عليك أن تتعبد لله وتحرص على أسباب الرزق المشروعة، أسباب الرزق المشروعة، وسيأتي إليك رزقك بما تحتاج إليه بإذن الله تعالى. قال أحدهم: لما لا تسعى في الرزق؟ قال: إن الله أمرني أن أعبده وأنا أعبده، وقد تكفل هو برزقي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يصح لأي إنسان أن يطلب الرزق أو أن يستعجل الرزق بمعصية الله تعالى وبالتنازل عن مبادئه، وأن يستعجل وأن يأكل الحرام، وأن يغير عقيدته وفكره، وأن يكون عدواً لله تعالى من أجل أن يكسب مالاً دنيوياً فيخسر دينه ويخسر آخرته. هذا أمر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم بطء الرزق على أن تطلبونه بمعصية الله، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، لا ينال هذا الرزق إلا بطاعة الله عز وجل. فإذن كن مع ثوابت الدين ومع القيم الإسلام ومع تحري الحلال، واحرص على أن تكسب من كل طريق مشروع، ولا ولو تأخر رزقك سيأتيك بإذن الله. ولا ينبغي الإنسان يلتفت إلى سعة من لديه الأرزاق الكثيرة ولديه الرزق الوفير فيتمنى مثله، لعله لو حصل لك مثله من الرزق قد تفتن في الدنيا، وهو قد لا يفتن بها، أو قد فتن بها وأنت لا تعلم، إما أنه فتن وأنت لا تعلم، أو أنه لم يفتن بها لأن الله لم يشأ له ذلك، ولكن لو وسع عليك قد تفتن به. فالله أعطاك من الرزق ما يكفيك، وهذا هو الواجب على الإنسان أن يحرص عليه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا اليقين. اللهم ارزقنا اليقين في الإيمان، وارزقنا اليقين في العمل، وارزقنا اليقين في الطاعة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، الذين يعادون دينك ويعادون شريعتك ويعادون أولياءك، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرك المؤزر لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان.
في أرض الشام، وفي أرض العراق، وفي أرض اليمن، وفي أرض بورما، وفي كل أرض يستضعف فيها المسلمون. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.